وينضم إلينا من مخيم الفوار في الخليل مراسل الغد رائد الشريف. إذن رائد، اليوم 54 على التوالي يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم لاعتقال، تحت أي مطالبات يطالبون بها وشكل وحجم الإصرار البادي لديهم رائد؟ نعم داليا، المطالبة بالإفراج عنهم وكسر الاعتقال الإداري الذي بات سيفا مسلطا على رقاب كل الفلسطينيين. في أي وقت يمكن للمخابرات الإسرائيلية أن تعتقل أي فلسطيني وتحوله للاعتقال الإداري دون التهمة، ملف سري لا يمكن للأسير ولا حتى لمحامي ولا لأي جهة كانت أن تطلع على هذا الملف. لذلك هناك مطالبات فلسطينية ومن الأسرى تحديدا لطبعا إنهاء الاعتقال الإداري، مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية جاءت من أجل يعني هذا القرار، وكذلك ربما الأمور تتفاقم. ونحن نتحدث الآن يعني أمام مشهد تصعيدي ممكن. الأسرى من داخل سجون الاحتلال قالوا إذا ما بقيت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو مخابرات الاحتلال أو من هو مسؤول عن اعتقال الأسرى والمخابرات الإسرائيلية، سنضرب عن الطعام ونتحدث عن إضراب مفتوح عن الطعام، وهذا سيدخل يعني إسرائيل يعني في أزمة، خاصة وأن سجون الاحتلال وبعد ذلك يحول الأسرى إلى المستشفيات الإسرائيلية كما جرى في مرات سابقة. عدد الأسرى المضربين عن الطعام هم 4 أسرى احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وكذلك عدد الأسرى الذين قاطعوا المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ونحن نتحدث عن جميع الأسرى الإداريين في آخر إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني، لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك للمؤسسات الحقوقية، قرابة 500 أسير إداري قاطعوا المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وإسرائيل تنتهج سياسة الاعتقال الإداري منذ يعني فترة طويلة، منذ عام 67 أصدرت أكثر من 52,000 قرار اعتقال إداري سواء جديد أو حتى تجديد. لأن هذه نقطة يجب أن نوضحها، الاعتقال الإداري يمكن للمخابرات أن تجدده في أي لحظة. هناك بعض الأسرى مكثوا لأكثر من 15 عاما في الاعتقال الإداري على فترات متقطعة، وربما داليا يصل هذا ل5 سنوات ل10 سنوات، والحجة واحدة، لا توجد هناك تهمة، وإنما هذا الأسير يشكل خطرا على أمن المنطقة، أو كما يجيء من خلال المحاكم بأنه يشكل خطر على أمن دولة الاحتلال. وهذا يعطي طبعا القاضي وكذلك من خلال النيابة ومن خلال المخابرات الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال، وهذا يصل كما ذكرت لفترة يعني طويلة. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات رائد الشريف مراسل الغد، كنت معنا من مخيم الفوار بالخليل.